غسلي وجهك بجيل نيتوايون وديري المرطب، ضروري المرطب البنات، والغد ليه في الصباح الا بغيتي تخرجي للشمس ضروري كديري واقي الشمس، يعني كديري ليكرون ديالك. سلام بنات، كي دايرين؟ بخير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم تجربتي في استخدام هذا الكريم ديفيرين اللي كلشي كيدوي عليه وكيسميو عليه كريم سحري لانه عنده مميزات كتير على البشره. فبالنسبه للبنات هذا الديفيرين ما يقال عليه زعما كيقولوا عليه الاطباء وايضا خبراء التجميل انه هو مقشر كيميائي، هو مقشر كيميائي كيقشر لنا الجلد الميت اللي كيكون في البشره ديالنا. فملي كيقشر لنا الجلد الميت اللي كيكون في البشره كيوحد اللون، يعني كتوحد اللون البشره الا كان عندك شي اسمرار ولا شي طبايع كيقشرهم، وايضا كيخلصك من الحبوب لان كيقشر الجلد الميت فهنا كيحيد البكتيريا وكيتخلصي من الحبوب، يا حب شباب يا حب اللي كيكون الحبوب اللي كيكون تحت الجلد، وايضا كيحيد منك الكلف، يعني الا عندك طبايع ديال الكلف كيحيد الكلف والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وكيغلق المسام وايضا كيأخر من الشيخوخه وكيحيد الخطوط التعبيريه، يعني الا عندك شي خطوط دقيقه ديال التكماش فكتخلصي منهم بالديفيرين، لان الديفيرين البنات من مشتقات الفيتامين ا اللي كيكون في الريتينول، يعني في كريم الريتينول اللي كيكونوا باهظين تماما. يعني البنات هاد الديفيرين عوض ديري الريتينول اللي كيكون 300 ولا 350 درهم، كديري هاد الديفيرين اللي كتاخديها ب 55 درهم حتى 75 درهم، كوني باوكي كتكون في لا فارماسي يعني الثمن ديالها، وكديريها لوجهك كتبقى عندك يعني راغا وحده، يعني قرعه وحده راه غادي دير لك 3 شهور. بالنسبه للبنات طريقه الاستعمال، هنا كما كتلاحظوا هنا كاين جيل ديفيرين لان البشره ديالي دهنيه فكنستعمل جيل، الا البشره ديالك ناشفه كتستعملي كريم لان الكريم شويه المفعول ديالو شويه ناقص ما مجهدش مزيان كتستعملي الكريم، اما الجيل كيكون شويه مجهد على يعني البشره اللي كتكون ناشفه فكنستعملوا الجيل، كنستعملوه للجافه للبشره الدهنيه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كناخذوا شويه من هذا الجيل، بالنسبه لي راه عندي الجيل كتشوفوا راه القرعه خوات، درتو لي مده شهرين، درتو في شهر واحد وشهر ثلاثة ملي جا رمضان قطعتو، فكما كتلاحظوا هنا القرعه راه خوات، ودابا عاوتاني رجعت كنديرو من بعد ما رجعت من الصيف ومع التصبغات ديال الشمس كنديرو. كما كتلاحظوا راه كناخذوا شويه، كناخذوا قد العدسه شويه كناخذوا ديال هاد الكريم اول او الجيل. انا هنا عندي الجيل كتشوفوه شفاف، ملي كيكون كريم راه كيكون بحال الحليب يعني كيكون بيض. هنا غنديروا لكم على المانكان البنات كيفاش طريقه الاستعمال باش تستعملوه بطريقه صحيحه، وياكم ديروه لوجه كامل، كنديروه هكا للحناك ديالنا وكنديروه للجبهه وشويه هكا في اللحيه ديالنا وهنا فوق النيف، صافي كنفركوها البنات بهذا الشكل، ما نفركوش بالجهد، كنديروه بشويه، ما نديروش هذه الدوره ديال العينين، نبعدو من الدوره تاع العينين، كنديروه فقط بهذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد ما كنكونوا غاسلين وجهنا، من بعد ما كنغسلو وجهنا كنخليوه واحد نص ساعه كنديروا هذا الكريم، ماشي غنغسلو وجهنا ونديروا ونطبقوا عليه هذا الكريم البنات، ما نديروش هنايا في الجناب تاع النيف والدوره تاع الفم وايضا الدوره تاع العينين لان تما عندنا البشره ديالنا رقيقه. صافي كنطبقوه هكايا بلا ما تفركي بالجهد، يعني ما تحاوليش تفركي بالجهد، انت كديريه والبشره ديالك كتشربو ديك الساعه، يعني كديري غير طبقه خفيفه على وجهك، ما تكثريش باش ما يحرق لك وجهك لان البنات راه فيه الفيتامين ا اللي كيقشر الوجه وفيه الادابالين ايضا راه كينشف لك الوجه ويمكن لك يحرق لك وجهك. هنا البنات في اول استعمال كديريه بهذا الشكل وكتخليه واحد نصف ساعه، من بعد ما كتفوت نصف ساعه وكنديروا هنايا فازلين، بالنسبه ليا راه كندير شويه فازلين في الجناب تاع النيف ديالي والدورة تاع العينين لاننا عندي البشره ناشفه في الدورة تاع العينين. من بعد ما كديروها البنات كتخليه نصف ساعه، من بعد ما كتفوت نصف ساعه كنغسلوا وجهنا بالجيل
وكندير المرطب. انا هكا اللي كندير، كدوز ملي الله استعملته هكا كندير، كدوز نص ساعه كنغسل وجهي بجيل نيتوايون، ومن بعد كندير المرطب. نتوما الا خايفين من البنات يمكن ليكم ديروا المرطب قبل، عاده كديروا الديفيرين من بعد، يعني كديري فوق المرطب، كتغسلي وجهك كديري المرطب كتخليه واحد 5 دقائق، عاده كديري فوق منه الديفيرين الا خايفه على وجهك يتحسس لك منه. وقبل البنات قبل ما ديريه لوجهك جربيه في شي منطقه في الجسم ديالك، مثلا وراء الودن ديالك ديري شويه الجيل وخليه حتى الغدا في الصباح، وشوفي الورا تاع الودن ديالك لا تكون عندك الحساسيه من شي ماده في هاد الديفيرين. كتخليه ورا ودنيك حتى في الصباح وشوفي ورا ودنيك ياك ما عندك فيه شي التهاب ولا شي حبوب ولا عندك فيه شي حمرار. الا التهبت لك ديك البلاصه فين درتي هاد الديفيرين فهنا البنات ما تستعمليش، ما تستعمليش لان عندك حساسيه من الديفيرين. الا ما وقع لك والو فيمكن لك تطبقيه قلت لك على وجهك لمده نصف ساعه بالليل، كديري هاد الشيء بالليل، ما تكونيش في الكوزينه، يعني الصهد ديال البوطه اولا الصهد ديال الفران ديريها وانتيا ناعسه في بلاصتك، ديريها لمده نصف ساعه. من بعد ما كدوز نصف ساعه وحتى الا كانت البوله مجهده فيها الضوء مجهد من الاحسن تطفي البوله ديال البيت باش ما ياثرش لك على البشره ديالك لمده نصف ساعه. ومن بعد غسلي وجهك بجيل نيتوايون وديري المرطب، ضروري المرطب البنات. والغد ليه في الصباح الا بغيتي تخرجي للشمس ضروري كديري واقي الشمس، يعني كديري ليكرون ديالك او لا الا كنتي غتكوني غير في الدار والصهد ديال البوطه والفران فضروري كديري واقي الشمس. سمعتي البنات ضروري كديروا واقي الشمس لان كتقشروا وجهكم، وهذا راه مقشر كيميائي، كتقشري البشره، كتقشري ديك الجلده اللي كتكون في البشره الفوق، كتبقى لك ديك البشره اللي كتكون لتحت هنا راه يمكن ليها كتجبد دوك الاشعه ديال الشمس وغيتحرق لك وجهك، يعني عوض انك تستفدي من هاد الديفيرين راه غادي تخرجي على وجهك. صافي البنات بقيت مداومه على هاد الطريقه ديال نص ساعه، كندير ديفيرين نص ساعه وكنغسل وجهي وندير مرطب الغد ليه في الصباح راه كندير ليكرون. بقيت هكايا لمده 15 يوم، يعني جوج الاسابيع. من بعد ما دازت هاد جوج الاسابيع وليت كندير ديفيرين وكنبات بها حتى الصباح، يعني كديرها بالليل كنغسل وجهي في الليل، من بعد ما كنغسل وجهي كنخلي واحد نص ساعه حتى لساعه، يعني كنغسل وجهي قبل كنخلي واحد نص ساعه حتى لساعه عاده كنطبق عليه الديفيرين. اكيد الطريقه الصحيحه كنتجنب الدوره ديال العينين كندير ليهم فازلين اولا البوماده الصفراء، والجنب تاع النيف ديالي لان عندي شويه تمايا البشره حساسه وكتحسس ليا كيولي يبان ليا فيهم دوك الشعيرات الدقيقه كيبان ليا فيهم بحال عروقه. من بعد صافي كنخليه حتى الصباح، كنخليه في الصباح، الصباح ملي كنفيق كنغسل وجهي المرطب وليكرون. صافي بقيت على هاد الروتين لمده شهرين. من بعد ما داز البنات الشهرين راه كتكون واحد النتيجه مبهره، كيوليو عندك المسامات، عندي انا مسامات محلوله، كيوليو عندك مسامات مسدوده وكيحيد لك لي بوان نوار، يعني دوك الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء كيتحيدوا نهائيا. وايضا الحبوب، الا عندك الحبوب والاطخاص ديال الحبوب راه كيتحيدوا كيوحد لون البشره. فقط استعمليه بالطريقه الصحيحه البنات راه النتائج ديالو مبهره. بالنسبه للبنات اذا كنتو في الحمام ما ديروهاش، يعني جيتي اليوم من الحمام ما ديريهاش، درتي لاصير ما ديريهاش، غديري لاصير ناوية غدا ديري لاصير لوجهك ما ديريهاش، حتى ديري لاصير داك النهار عاوتاني ملي ديري لاصير ما ديريهاش، ديري كريم مرطب لوجهك حتى تشوفي البشره ديال وجهك ولات مزيان عاده ديري هاد الديفيرين. وايضا الا كنتي غدا الغد ليه للبحر ما ديريهاش اليوم ودا سيري للبحر والشمس وهذا، يعني الا كنتي غتعرضي الشمس بزاف في الغد ليه ما ديريهاش اليوم. صافي البنات وبالنسبه للمرضعات والحاملات ما يديروهاش، يعني هادو موانع الاستعمال، ما يديروهاش المرضعات وما يديروهاش الحوامل لان فيها الفيتامين ا، فالفيتامين ا كيمشي يعني كيمشي مع الذات ديالنا كيدخل مع الذات ديالنا. ولا عندك شي حساسيه، يعني عندك الحساسيه في وجهك البشره ديالك حساسه ما ديريهش، وما تستعمليش شي مقشر اخر ولا شي احماض فواكه ولا الريتينول، ما تستعملي حتى حاجه البنات في المقشرات لان هذا مقشر قوي كيميائي. ولو ما كتبانش لك يعني البشره ديالك كتقشر، ما خاصكش تشوفي البشره ديالك كتقشر، ولكن راه هي كتقشر بدون ما تحسي. صافي البنات استعمليه مع كل التعليمات اللي قلت لك، وزيدي بحثي عليه اكثر لان هو عنده شروط كثيره
ويعني وعنده مضاعفات كثيره، وخاصك تبحثي عليه عاد ان شاء الله تبقي على وجهك الا بغيتي لي تزيد ندوي عليه. ففقط طلبي لي من التعاليق، غادي نزيد نعطيك عليه المعطيات اللي عندي لان انا بحثت عليه بزاف، هذا جيت طبقته على وجهي. وهذا هو الفيديو ديالي اليوم البنات، ما تنساونيش ملي لايكات، و الا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ديالي تابعونا معايا في القناه وضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس امرا، والى اللقاء.